الحزن طعمه مر والفرقة أمر، ويامنا تقسى علينا ظروفها اللي عليك دموع شعبك تنهمر. مواطنين بلادنا وضيوفها لو نمنحك الأعمار وانت غلا عمر، معروفك مغطي على معروفها، من يقنع القبار ما يحفر قبر، قلوبنا قبرك يا ليت تشوفها. الأرض لو تملك أحاسيس ونظر كان استحت ما تدفنك في جوفها، والشمس لو تكسف على موت البشر في يوم موتك صار يوم اكسوفها. لكن نؤمن بالقضاء وبالقدر، وما جابت الدنيا لنا بصدوفها، يكفي يديك من المكارم والفخر ان الفقارة عاشت من كفوفها. فيك السحاب يعزي يغصون الشجر اللي اذا عادي على الهوى تلوفها. حتى القصيدة لو بغيت اكتب شطر ما طاوعتني في رثاك احروفها، ليتك مسافر ننتظره من السفر، كان الامل هدى النفوس وخوفها. لكننا بسأل سؤال مختصر عن المواطن في البلد وضيوفها، اهل الكتوف اللي تشلك للقبر، وش هو شعور قلوبها لكتوفها؟ وش هو شعور قلوبها لكتوفها؟